حمام البخار من ضمن الحاجات المهمة جدا. تاني جالي سؤال، ايه الاعشاب اللي استخدمها في حمام البخار؟ في حاجة عند العطارين هنا في مصر اسمها حشيشة الليمون او ليمون جراس. حشيشة الليمون ده بنجيبه من عند العطار وبنجيب شوية منه وبنقوم حاطينه في حلة فيها مية. عايز تجيب مبشور الليمون او مبشور، يعني ايه مبشور؟ يعني هنجيب البرتقانة او الليمونة ونبتدي نبشرها ونحطها مع العشب ده. ممكن نجيب النعناع علشان يعمل عملية ريفرشمنت او كالمنج. وبعد كده البخار كله بيطلع على الوش وبنقعد حوالي دقيقة. لو احنا حطينا بشرتنا في الحلة جامد جدا 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 ممكن يلهبها، ولو احنا ما حطيناهاش وبعدنا جدا مش هناخد الايفكت اللي احنا عايزينه، فنبقى متوسطين.